عايز تعرف ليه سموا صباح الشحرورة ومين اللي سماه كده؟ تعال احكي لك. يا محملني همك ويولي من يوم. في منتصف الاربعينيات ظهرت المطربة صباح بشكل كبير واصبحت ايقونة للمودة والجمال خلال مسيرتها الفنية، وكانت من اوائل الفنانين العرب اللي وقفوا على خشبات المسارح العالمية مثل مسرح اولمبيا في باريس وقاعة كارينجي في مدينة نيويورك وقاعة رويال ألبرت الملكية في لندن ودار اوبرا سيدني. صباح اسمها الحقيقي جانيت فغالي، وتولدت في 10 نوفمبر عام 1927 في وادي شحرور، وهي احدى القرى في محافظه جبل لبنان، ومن هنا اكتسبت الشحروره لقبها، واللي اطلقت عليها اللقب ده هي المنتجه آسيا داغر، وهي كمان اللي سمتها صباح بدل جانيت. هي كمان اللي كلفت الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيا ووضع الالحان الخاصه بفيلمها الاول القلب له واحد عام 1945، ومن هنا انطلقت نجوميه الصبوحه لتقدم اكثر من 27 مسرحيه لبنانيه و83 فيلم سينمائي، بالاضافه الى اكثر من 3000 اغنيه بين لبنان ومصر. يعني مين ينسى اغاني زي ساعات ساعات وعلى البساطه البساطه ويا نيانا وزي العسل وغيرها من الاغنيات اللي علقت في قلوب الوطن العربي كله؟ عرفتوا ليه بقى سموها الشحروره؟